على ضفاف كلمات الشوق نلتقي، وفي شواطئ المعرفة نبحر بين حكايات المدينة وقضاياها. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: الكوليرا تحدي آخر للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، مطار عدن الدولي أفضل مطارات اليمن موقعا وأقدمها نشأة، عبد المجيد عامر وجه إنشادي جديد. كل ما يتمناه المرء يدركه، إلا من قليل يحصل عليه بالمثابرة والعمل الجاد. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. وقعت في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم بين الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة ووزارة التعليم الفني، تهدف إلى تحسين خدمات التعليم الفني وتعزيز قدرات مؤسساته. المذكرة تتضمن أيضاً صيانة وإعادة تأهيل عدد من المعاهد الفنية وبناء قدرات المعلمين والإدارة التعليمية والارتقاء بالبيئة التعليمية. وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الأولى من المعدات التشغيلية للحاويات ضمن برنامج تطويري يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للميناء. وقالت شركة عدن لتطوير الموانئ إنها تطلع من خلال هذا البرنامج التطويري إلى الدفع بالنشاط التجاري وتحريك العجلة الاقتصادية والتنموية في الجمهورية اليمنية. استكملت اللجنة العليا للإغاثة الكويتية تأهيل وترميم قسمي العلاج الطبيعي للأطفال والعمليات الجراحية للأمومة في مستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة المؤقتة عدن، وبتكلفة إجمالية بلغت 200,000 دولار. وكان القسمين قد تعرضا للدمار الشامل جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على عدن في صيف 2015. سير الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية لمديرية لودر في محافظة أبين، شملت 4500 سلة غذائية. بدورها ثمنت السلطة المحلية في المديرية الجهود الإنسانية الإماراتية التي قالت إنها ستخفف كثيرا من معاناة المواطنين نظرا لظروفهم الصعبة جراء توقف صرف المرتبات منذ أشهر. في الوقت الذي تتنافس فيه الأمم لتوفير العيش الرغيد وسبل الرخاء، يأتي مرض الكوليرا على اليمن ليزيد الطين بلة ويعيدها عشرات السنين إلى الوراء. الكوليرا وباء آخر يتهدد الحياة في العاصمة المؤقتة عدن التي لم تتعافى بعد من حمى الضنك. كل الأمراض موجودة، كلوريا موجودة، ملاريا موجودة، حمى الضنك موجودة، كله موجود عندنا بالحارة. يعني مستمر حمى الضنك، ما زالت الحالات الإيجابية شبه يومية. بالنسبة لوباء الكوليرا، أول بدأنا يعني تلقي أول عينة تاريخ 19 أكتوبر. إحصائية أولية رصدت 10 وفيات وأكثر من 100 حالة اشتباه بوباء الكوليرا أو ما يعرف بالإسهال المائي الحاد، الذي سجل أول ظهور له في مديرية المنصورة مطلع 20 أكتوبر الجاري. أول استقبال كان 9 حالات من عائلة واحدة، توفوا منهم 4 حالات من نفس العائلة، يعني كان في تاريخ 13 أكتوبر يوم الخميس الساعة 3:30 فجرا. كان في تشكك من قبل بعض القيادات و حتى وحدة الترصد الوبائي أو إدارة الترصد الوبائي، ما كانوا يعني واثقين من نتيجتنا، وكانوا يفضلون أننا نرسل العينات لصنعاء، للمختبر المركزي في صنعاء. احنا قلنا لهم في مختبر مركزي في عدن موجود مؤهل بأفضل الكوادر الفنية، تنقصنا بعض الإمكانيات لكن الكادر موجود، ولا يقل كفاءة عن زملائهم في المختبر المركزي في صنعاء أو في أي مكان آخر. انتشار الوباء ضاعف من مخاوف المواطنين في عدن وخاصة أولياء أمور الطلاب، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات احترازية في المدارس الأسبوع الماضي حفاظا على صحة التلاميذ وللحد من انتشار المرض.
احنا سنقوم بدورنا، سننسق لما هو لصالح هذه العاصمه ولصالح ابناء هذه العاصمه. السلطه المحليه بدورها اعلنت حاله الطوارئ لمواجهه انتشار الوباء، وجهزت 4 مراكز اسعافيه لاستقبال الحالات المصابه، غير أنها في نظر الكثيرين تظل جهودا قاصرة مقارنة بسرعة انتشار الوباء وتزايد ضحاياه. المجاري هذه دخلت إلى كل البيوت منذ حوالي 3 سنوات. الموضوع موضوع شفط، مكين الشفط خربانة، هن 3 مكين، واحدة شقالة واثنتين خربانات. بلغنا كل الجهات ولا حياة لمن تنادي. في حالة وجود شخص مصاب في البيت، الإسعافات الأولية طبعا لازم إعطاه محاليل أرواء. الإسهال طبعا يكون بكمية كبيرة وكذلك يكون قيء شديد، فيصاب الشخص بجفاف، فلازم إسعافه أوليا في المنزل بإعطائه محلول مكون من ملح وسكر. طبعا كمية الملح تكون أقل من كمية السكر، تقريبا 8 معالق سكر إلى معلقتين ملح ولتر ماء، وبعد ذلك ينقل إلى أقرب مركز صحي لإكمال الإجراءات الصحية. الوضع الصحي والبيئي المتردي في عدن وغياب المعالجات ومحدودية مكافحة الأوبئة جميعها تساعد على انتشار الكوليرا وغيرها من الأوبئة القاتلة في هذه المدينة التي لا زالت تعاني منذ مارس 2015 بفعل الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح ودمرت كل مقومات الحياة فيها. دكتور جمال عبد الحميد، مدير مستشفى الصداقة في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. في ظل تردي الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن، اليوم يهجم مرض الكوليرا على المواطن هنا، متى سجلتم أول حالة من حالات مرض الكوليرا في المستشفى؟ سجلت أول حالة للكوليرا في يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الساعة 5 صباحا. استقبلنا حالة وفاة، أول حالة كانت حالة وفاة، توفت في بوابة المستشفى. بعدها استحدثنا قسم الطوارئ، حولنا إلى قسم خاص لاستقبال حالات الكوليرا بسعة سريرية 25 سرير. سجلنا في اليوم الأول 17 حالة إسهال شديد، وكنا مش متأكدين إنها كوليرا، وخضعناها للفحص. وجدنا انه من المجموعه الاولى كان حوالي 3 حالات كانت ايجابيه، فسجلت انه الاوت بريك اوف كوليرا اوريدي اثبت من قبل منظمه الصحه العالميه، وبدا التعامل مع الحالات الاسهال الشديد حسب المناطق بانها اوت بريك اوف كوليرا. نعم، هل كانت لديكم تدابير وقائيه مسبقا بان هناك مرض الكوليرا قد يزور عدن؟ الحقيقة إحنا عندما وصلت المؤشرات الأولى لوجود حالات في بعض المحافظات مثل الحديدة، وقمنا بتجهيز الإمكانيات اللي هي الوقائية أو العلاجية الوقائية فيما يتعلق بسوائل أسرة احتياط، لأنه لم يحدد، ما كناش نعرف فين وجد الحالات هذه، وإحنا عندنا قسم خاص بالإسهالات. فمن اليوم مباشرة استحدثنا القسم وبدأنا بتجهيز طاقم من الأطباء والتمريض والنظافة والحراسة الأمنية خاص بهذا القسم واستقبال الحالات. عندما بدأت الحالات تتوافد عليكم، هل أخذت المشفى وقت لأن تستدرك بأن هذا المرض هو مرض الكوليرا؟ لا، هو باعتباره يعني هو مرض جديد. طالما الحالات شقلت في بعض المحافظات، إحنا تعاملنا مع الوضع كحالة كوليرا حتى يثبت ذلك، واثبتت النتائج انه فعلا في كوليرا. بعدها نحن نسجل المناطق، يعني اذا وجدنا حالات ايجابيه من دار سعد نقتنع انه خلاص كل حالات تجي اسهال شديد نتعامل معها على هذا الاساس. اذا وجدنا انه احيانا تجينا من بيت واحد 9 حالات، اول 9 حالات وصلت من بيت واحد، توفى واحد من العائله هذه، و8 ظلوا مرقدين عندنا، طلعوا منهم ايجابيين. لو طلع واحد ايجابي نحن نتعامل مع كل افراد العائله كحالات كوليرا. نعم. ما هي اعراض مرض الكوليرا؟ الحالات اللي وصلت لعندنا بالاعراض اللي هو الاسهال، رايز واتري دياريا، اللي هو الاسهال شبيه ماء الرز، والطرش، هذه اللي هي الاعراض الاساسيه. بعدين الام في البطن ومضاعفات الإسهال، ممكن المريض يدخل بفقدان سوائل حاد، وبالتالي يدخل فشل كلوي، في حالات دخل فشل كلوي
وممكن الوفاة، هذه نعم. من ضمن المضاعفات للحالة. الحالات اللي تتأخر هي الحالات اللي تشتاء وتدخل. ما هو الوقت المحدد لإسعاف المريض؟ هو أول ما يكون في الأعراض هذه اللي هو راج واتري دياريا، الإسهال الشديد أو شبيه الرز، على طول يروح المستشفى. أي إسهال في الوقت الحالي بنعتبره نتعامل معه كأنه حالة كوليرا، طالما الوضع خلاص رسميا. بعدها يتم الفرز. الإسهال اللي هو بسيط مرتبط ببخاط مرتبط بالدم، نعمل فحوصات لاستبعاده. ويعني في هذه الأيام تسجل عندنا توصل الحالات اللي هي إسهال إلى 50، لكن مش كلها نفس المواصفات اللي هي متعلقة بالكرة. اللي هي حالات مواصفاتها للكرة ترقز الغزم، والأخرى تستثنى نعمل لها فحوصات أخرى ونستبعدها وتعالج تروح. كم بلغ عدد المرضى الموجودين داخل مستشفى الحالات الصداقة؟ التي عدد الحالات التي سجلت عندنا كحالات كوليرا أو حالات إسهال حاد وتتعامل ككوليرا 247 حالة، 247 حالة هذه مسجلة ورقدت في المستشفى، يعني اللي سجلناها ورقدناها في المستشفى، ترقد يوم يومين وتأخذ العلاج. مستشفى الصداقة لعلاج الكوليرا يعني هو من أكثر المراكز ازدحاما داخل عدن؟ أعتقد أيوة، لأنه إحنا في منطقة الصداقة هي منطقة كبيرة تغطي دار سعد والشيخ عثمان والمناطق المجاورة المنصورة وكمان من مناطق لاحق وأبين، حتى وصلت عندنا حالات من تعز. هذه المناطق كل ما هو يوصل إلى مدخل عدن يأتي إلى الصداقة. الإشراف الوقاية، يعني أقصد الديسنفكشن، كيف تتعامل إنه وقاية الناس. إحنا بدأنا بتوزيع مادة الكلور لكل تانكيات المستشفى وحوالي المستشفى. نعم. وكل مريض يرقد في المستشفى نعطي له كمية من الكلور يستخدمها. تحدثنا قليلا عن أهمية مادة الكلور بالنسبة للتعقيم وبالنسبة للوقاية من الأمراض. هي بتقتل الجراثيم أساسا، هذه مخصصة عالميا، حتى مصادر المياه اللي تأتي لعدن يعني لازم استخدام المادة هذه لقتل الجراثيم حسب برنامج معين متفق عليه، وإدارة المياه كانت تستخدم هذا، ولكن في فترة من فترات لاختفاء هذه المادة توقف. الآن تم الاتفاق أنه توفير المواد الكلور لمصادر مياه عدن للوقاية من الكوليرا، وكذلك يجب توفير المياه أيضا. ونحن أيضا نقوم بإعطاء المرضى كميات من هذه المادة ليستخدمها بالتوانك المحلية في البيوت. هل تعول انتشار المرض أو حتى ظهوره على تفشي أو عفوا سوء الخدمات الموجودة الآن، مثل انقطاع الكهرباء والمياه وانقطاع الديزل وغيرها من سوء الخدمات؟ بالتأكيد. إذا لم نتفهم هذا من قبل المواطن، من قبل السلطة المحلية، من قبل الحكومة، فبالتالي المرض سيتفشى أكثر. بدون الديزل صعب نحرك نوفر المياه، صعب نقوم بشفط المياه الراكدة. تعطلت عندما أضرب المصافي وتوقف الديزل، زاد الأمر سوء. أنا أعتقد أنه إضراب المصافي ساهم بانتشار الكوليرا، وأنا أحملهم مسؤولية، لأنه انقطعت سبل تخلص من المياه الراكدة، توقفت الحياة تقريبا شبه متوقفة. فأنا بعتقد أنه الديزل أو المواد اللي تحرك الكهرباء أساسية، وتأخيرها بيأثر على صحة الإنسان، مرتبط أساسا. نحمل المصافي، نحمل السلطة المحلية، نحمل الحكومة مسؤولية ما يجري. نسبة أو معدل تزايد حالات المرض بالنسبة لمرض الكوليرا، هل تلاحظ أنه يعني هل ترى أنه متسارع أم أنه يكون بنسبة معتدلة إلى حد ما؟ يعني منذ أن ظهر المرض تقريبا هو اليوم نصف شهر أو أقل من نصف شهر. أنا أعتقد لو توفرت الإمكانيات، لو أسهم الجميع بما فيها مصادر النفط، البلدية، الكهرباء، المياه،
السلطة المحلية، الصحة، الجميع مسؤولين للعمل الجماعي من أجل رفع طبعا هذا كله مرتبط بصحة البيئة. أنا لو عندي بيئة سليمة ما بيحصل هذا كله. أنا لو توفرت عندي الإمكانيات المعالجة والوقاية بتخف. نحن نعمل اللي علينا، نحن حاولنا نوفر كل الإمكانيات هنا، لكن إيش الفائدة لو كان المريض يتعالج ويروح البيت وعنده تلوث في التانكي حقه أو الماء يوصل ملوث؟ فبالتالي المياه مسؤولة مباشرة. مريض الكوليرا في حال أن في حالة أنه قد تعالج، هل يكون هناك وقاية مثل الإنفلونزا؟ يعني أو أنه من السهولة أن يعود له المرض؟ منظمة الصحة العالمية الآن تسعى من أجل توفير الفاكسين، في موجود فاكسين وهذا يتطلب منظمة الصحة العالمية تسهم فيه. منظمة الصحة العالمية تقوم بدعم. أنا أقصد جسديا، يعني بجسد الإنسان، هل هو المرض عندما يصاب الإنسان بالمرض ويتعالج منه أغلب الأمراض يكون عنده وقاية من المرض ألا يعود له مرة أخرى في فترة قصيرة؟ يعني شوفي، يعني حتى لو ما عاد له هو بيأخذ العائلة كلها. أسهل يعني الفيبريو كوليرا سهل انتقالها، سهل انتقالها، انه بيروح في اذا هو راح احنا ما عندناش انهر، اذا هو راح في المجاري وطفحت المجاري والذباب يجي على المجاري وينقله للغذاء الموجود بالشارع. يعني العمليه سهله لنقلها. يعني الذباب والبعوض كذلك؟ البعوض ما له علاقه، الذباب فقط. الذباب يعني اذا المجاري نزلت الشوارع فهي مليئة بالقدورات، نعم، وهي مخلفات، فبالتالي سهل الذباب ينقلها إلى أي أكل. فبالتالي هذه الأيام إحنا مش محتاجين بيارات تملي الشوارع، محتاجين البلدية تشتغل صح، مش محتاجين مياه راكدة تخرج إلى الشوارع. هذا بعتبره إسهام بالوقاية، إسهام بالقضاء على المياه. تلتزم بالرش باستخدام الكلور حتى توصل مياه نقية وسليمة. نعم. نحن في المستشفيات في مراكز المعالجة نستخدم الوسائل الوقائية الصحيحة، استخدام يعني وسائل الديسنفكشن، أقصد إنه الكلور، التعقيم الجيد، هذه كلها بتساعد كثير على القضاء على الكوليرا بأسرع ما يمكن. المنشورات التي الآن توزع للوقاية من مرض الكوليرا والتعريف مرض الكوليرا، هل في رأيكم أنها كافية للوقاية من هذا المرض؟ تساعد. يعني أنا لما بعطي فكرة لأي مواطن أنه النظافة، غسل اليدين قبل الأكل، بعد الأكل، عند استخدام الخروج من الحمام، هذه كلها هذه بتساعد كثير تخلص من الفيبروكوليرا. هل تنصحون بعمل إجراءات وقائية للبوفيات في المدارس؟ خاصة أنه المدارس يعني هم أطفال وهم يكونون عادة أكثر عرضة للأمراض. بالتأكيد الذباب سهل الوصول إلى أي مكان مفتوح، إلى أي مكان. المدارس بحكم الازدحام الموجود هناك واستخدام الحمامات سهل انتقال الذباب من مناطق من هذه الأماكن إلى البوفيات. في الفترة الحالية هذه كجانب وقائي هو انت صعب تغلق كل المطاعم. البلدية قامت بواجبها وما شفناش طفح مجاري في الشوارع. لو يعني الغذاء المكشوف اللي هو فعلا في الشوارع، مش المدارس، هذه مطاعم محترمة، الأكل المكشوف اللي موجود بالشارع هذا في الأماكن اللي فترة مؤقتة، المياه التزمت في فترة محدودة من الآن باستخدام مادة الكلور. نحن نقوم بإعطاء كمية من الكلور للمرضى لاستخدامها في المنازل. هذه كلها عوامل بتساعد على الإسراع من القضاء على الكوليرا. نعم. اليوم عدن ككل هل ترى أنها لديها إمكانيات صحية لإيقاف مرض الكوليرا؟ أو التعامل معه بصورة صحيحة؟ بالتأكيد لو عمل الجميع زي ما قلنا اللي ذكرناهم ونعيد ونكرر، البلدية، المياه، الصحة، نعم، وبعدين ثقافة المجتمع. نحن بدأنا اليوم، من اليوم بدأنا
برنامج تدريبي للأطباء والعاملين الصحيين هذا في المستشفى طبعا وكل المستشفى. وبعدين التدريب يتوزع كل مدرب يدرب التعامل مع مرض الكوليرا المستشفى اليوم لديها من الإمكانيات ما يكفي للتعامل مع المرض الحمد لله يعني من الأدوية الكافية وغيرها في تفاهم من قبل المحافظ استدعى وقدم دعم للمراكز منظمة الصحة العالمية قدمت السوائل الكافية لحد الآن بعض الجمعيات والمؤسسات تسهم كلا حسب تخصصه في 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 المكافحة في التدريب في الوقاية الديسانفكشن كل واحد حسب الإمكانيات المحدودة دي. دكتور في ختام اللقاء هل هناك رسالة معينة تود أن ترسلها بخصوص مرض الكوليرا أو بخصوص الوضع الصحي الموجود داخل عدن؟ الحقيقة الشكر الجزيل لأخ المحافظ على الدعم والإشراف المباشر على برنامج مكافحة الكوليرا الدعوة لكل المنظمات والجمعيات الغير حكومية للعمل مع مكتب الصحة مع برنامج مكافحة الكوليرا حتى نقدم خدمات جيدة للمواطن والتخلص من مرض الكوليرا الدعوة لبلدية بلدية عدن للعمل معنا إلى مكتب المياه إلى مصافي عدن اللي هي مسؤولة عن تموين ديزل حتى ما يتعرغل عملنا شكرا جزيلا لك دكتور جمال عبد الحميد مدير مستشفى الصداقة في العاصمة المؤقتة عدن شكرا لك على هذا اللقاء مشاهدينا هنا اجتمعت أسباب الموت ففي الوقت الذي لا تزال آلة الحرب تحصد أرواح اليمنيين جاء مرض الكوليرا يريد نصيبا في الحصاد طائرة الأمان حلقت تنثر الورود محملة بعبق السلام حكايتنا في هذه الحلقة هي عن مطار عدن باعتباره من أقدم المطارات في شبه الجزيرة والوطن العربي لنتابع طير يا على بندر عدن زاد الهوى زاد النوى زاد الشجا يا طائر طير يا على بندر عدن زاد الهوى زاد النوى زاد الشجا يا طائر طير يا على بندر عدن زاد الهوى زاد النوى على الهجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنة على الهجر ما اقدرش انا اشوف في القرن التاسع عشر للميلاد انشئ مطار عدن كمطار عسكري حربي من قبل الجيش البريطاني وقد تم اختيار عدن كمنطقة وسطى بين الهند وقناة السويس للامداد والتموين قبل أن تصبح هي الأساس في خطوط الإمدادات للقوات الجوية الملكية البريطانية التي كانت أعظم قوة آنذاك وبعد الحرب العالمية الثانية قامت بريطانيا بتحديث عمراني واسع وشيدت بجانب المطار العسكري في منطقة خرمكسر مطار عدن الدولي المعروف حاليا
والذي يعتبر من أفضل المطارات في اليمن من حيث الموقع، فبحر العرب يحيطه من جهة الإقلاع والهبوط. شكل المطار نقطة لانطلاق الكثير من الطائرات الحربية لما له من حيوية وأهمية إقليمية وعالمية، لكن الطيران المدني الفعلي في عدن يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، حينما قام رجل الأعمال أنطوني بس الفرنسي الأصل الذي جاء إلى اليمن موظفا صغيرا في شركة فرنسية لتصدير البن اليمني، ليؤسس بعدها شركته الخاصة في عدن، ومعها قرر إنشاء شركة طيران خاصة باسم شركة الخطوط الجوية العربية المحدودة في العام 1936 للميلاد، نظراً لإصابته بالإرهاق في إحدى رحلاته إلى المكلا على ظهر أحد السفن. مبكر من شهر مايو عام 1947 للميلاد، كان هناك اقتراح لتشكيل خطوط عدن الجوية باستخدام طائرتين من طراز بريستول 170، ولكن لم يوجد شيئا من ذلك المشروع. في يناير عام 1948 قامت الخطوط البريطانية لما وراء البحار بإنشاء الخط رقم 5 مع قاعدة للصيانة في أسمرة إرتيريا، مع تمركز العمليات في عدن لتغذية خطوطها الرئيسية في نيروبي والقاهرة وإقامة صلات مع المراكز حول البحر الأحمر. وفي مطلع أكتوبر عام 1949 للميلاد بدأت خطوط عدن الجوية عملياتها كشركة مالكة بالكامل لأسهم الخطوط البريطانية لما وراء البحار، وتم تسجيل أسهمها باسم خطوط عدن مطلع فبراير عام 1950. وفي العام 1955 تحولت كل أسهم شركة الخطوط البريطانية لما وراء البحار بالكامل إلى الشركات المساهمة، وبسبب الاضطرابات السياسية في عدن توقفت عمليات خطوط عدن الجوية في 30 يونيو عام 1967 مع خروج آخر جندي للمستعمر البريطاني. يا طيار عجل.
عجل بالمسير بالله يا طيار عجل بالمسير شمس أندى بعد على قلبي عسير. كان لمطار عدن الريادة في الشرق الأوسط وكان يسير رحلاته إلى جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، وبعدها تم ولادة شركة طيران اليمدا، وكانت الشركة الوحيدة في اليمن الجنوبي آنذاك قبل أن يتم دمجها مع طيران اليمنية عقب إعلان الوحدة. مرحبا بضيوف ريسنا، مرحبا بالقادة واهل عمة الافراح، دولتنا وعيد الشبان والكهنة. مرحبا بضيوف ريسنا، مرحبا بالقادة واهل عمة الافراح، دولتنا وعيد الشبان والكهنة. حاليا يعد مطار عدن من أضعف المطارات على مستوى العالم من حيث استقبال الطائرات والتحديثات، بعد أن كان أول وأكبر مطار في الجزيرة وأقوى مطار عسكري وأكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، ليتراجع مؤخرا إلى أدنى المستويات العالمية ويعمل بطريقة تقليدية ورحلات محدودة عقب تعرضه للدمار من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أثناء اجتياحها للعاصمة المؤقتة عدن في صيف 2015. أفضل وحاضر أقل إلاما تتكاتف الأيادي والسواعد لبناء وطن أجمل. يبقى في سعي حثيث يبحث عما يميزه في مجاله رغبة في الإتقان. إنه المنشد عبد المجيد عامر، وجه المدينة لهذه الحلقة. أعطاك يا ربك ما تريد وقال افعل ما تريد، إما عذاب أو لك جنة فيها عيش رغيد. اصحابي ربك يا أخي فلن تعيش عمرا مديد، اصحابي ربك يا أخي فلن تعيش عمرا مديد. اختار الإنشاد طريقا له وسعى لإيجاد ماهيته في الحياة. إنه الفنان الشاب عبد المجيد عامر. الإنشاد بالنسبة له رسالة سامية تحمل الكثير من القيم الإنسانية، وهذا ما شده نحو عالمه الفني تقوده الرغبة والموهبة. بدأت كالمعتاد من المواهب الذي تكتشف. كنت أقوم أنشد في الطابور المدرسي لو في معانا حفلات أو معانا يعني مسابقات أو رحلات، فكان الاختيار يقع علي. ومن ذاك الحين يعني اكتشفت أن الصوت الجميل وجد لرسالة يجب أن تؤدى ولشيء يجب أن يقام مني، أو ما هي حياتي في هذا الوجود. بدأ
الفنان عبد المجيد مشواره الإنشادي من خلال التعلم على مهارة الإتقان وتدرب على يد الكثير من ذوي الخبرة في هذا المجال. من خلال 2011 إلى 2014 في السنتين في الثلاث سنين هذه كونت علاقات واحتكيت بناس كثر في الوسط الفني وتشكلت عندي صورة أكبر وأكبر. فكل ما تقدم في مرحلة أشوف أننا عادنا لسه في البداية، كل ما تقدم في مرحلة أشوف عادنا في البداية، إلى أن أتت في وقت في 2014 بعد إصدار عمل درب السعادة، فيديو كليب درب السعادة بمجهود ذاتي، شفت أنه الموضوع لازم وقفة. وقفت مع نفسي وقلت لازم أحدد لي وجهة، بما أنه الآن الفن طبعا ينشغل عدة انشقاقات، في منه الغناء، في الإنشاد، في عدة أقسام. فشفت إيش المجال اللي أنا بتخصص فيه وبكرس كل طاقتي فيه عشان أبدع فيه. حبه للتميز قاده نحو فن إنشادي جديد هو فن الأكيابيلا، كأول فن تعرفه عدن، وإتقانه بشكل جيد يحتاج إلى مهارة وتدريب. هناك فن في العالم العربي في عدن لحد الآن لم يصل ولم يعرفه أحد. هذا الفن اقتبس من الغرب، ومن ثم العالم العربي قدموه في مجال الإنشاد، فكان أكثر منشدين وأغلبهم في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات في الدول العربية كامل يستخدموا هذا الفن. هو فن بديل للموسيقى. النجاح يحتاج إلى دعم، والدعم الحقيقي بالنسبة لعبد المجيد هو ذلك الذي يكون نابعاً من إصرار المرء على إتقان ما يحب. الذي يتميز في مجال يجذب إليه جميع الأنظار. الدعم الأول لهذا الفن يكمن في داخلي. إذا دعمت أنا نفسي وقدرت بإرادة وإصرار أن أنا أتعمق في هذا الفن وأسخر كل طاقتي. أما إذا صرت خلف من السابقين، هناك الكثير يغنون، هناك الكثير يعزفون الموسيقى وهكذا. في بعض الأشخاص ما وصلت لهم الفرصة لأنهم إيش؟ ماشيين خلف أناس قبلهم، في متميزين قبلهم هكذا اللي أنشأوا هذا الفن. يلي فديت بدمك الطاهر تراك يا حي في الجنة ومولاك اصطفاك، علي مقامك عند ربك يا هناك، عهد اللي ما ضحيت لجله لن نحيد يلي فديت. عبد المجيد عامر يلوح أمامه حلم التميز، محاولا بذلك الوصول إلى العالمية. يقوده في ذلك تصميم دائم وعمل دؤوب. مولاك اصطفاك، علي مقامك عند ربك يا هنا. طيب الأوقات يمضي سريعا، ووقتنا معكم في هذا الأسبوع قد انتهى مشاهدينا. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.